نحل كده انا وانتوا على جزئيات النحو، وبعدين نشوف الافكار ايه. تعالوا مع مستر بعض نحل. مستر بالنسبة للنصوص والقراءة كفاية حل كده ولا نحل تاني النهاردة ولا ايه؟ لا يعني لو امكن تحل بسيط، بس الافضل النهارده ان حضرتك تراجع على المنهج نفسه مراجعه تمر عليه سريع عشان ما تنساهوش. يعني النهارده ما تحلش كتير عشان ما تدوش نفسك، راجع وحل قليل النهارده. النهارده وانا ندوس هديلك على الحاجات بس ندوس على المهم. تدوس على المهم بس. تمام نشوف بقى الافكار بتاعتنا، افكار للامتحان. السؤال الاول، ركز معايا. ترك العدو القرية أطلالا، هنعرف أطلالا إيه؟ تمام. طبعا هو أحيانا يرمي سؤال زي كده عشان الطالب يقول تمييز ولا حل ولا مش عارف إيه، بس لازم نفتكر أن ترك يا شباب ينصب إيه؟ مفعولين. جدعان ناخد السؤال الثالث، أنا هركز بس على بعض الأسئلة. قال الشاعر: ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح وما الإصباح منك بأمسلي. اعرب أمس. طبعا أنا عاوز بس أنا عاوز أقول لكم على حاجة بس شوية بعد إذنكم يا شباب، أرجوكم أوعوا تجاوبوا سؤال من أول قراءة. يا جماعة أول قراءة دي خاطئة، اجاوب السؤال بعد ما اقرأ مرة واثنين وتلاتة ثم اجاوب، لان الذهن عادة لما يكون السؤال في فكرة ما بيستوعبش من اول مرة بقى مش كل حاجة، فهتقرأ مرة وتعيد القراءة تاني وتالت وتعرف، خاصة في النحو يا شباب. طبعا الآنسة اول ما شافت الجملة قالت بصبح والاصباح، يلا يا بنت يبقى خبر اصبح، هو رمي السؤال عشان كده. لكن انا لما اعيد القراءة وما الاصباح بامثل وما بامثل وما ب، بلقلق الكلام كده معايا، يبقى ما ب ده درس ايه؟ حروف الجر الزائدة. الله ينور عليك، طالما انت بقى وصلت ان حروف الجر الزائدة هتحلي صح. يبقى ايه بقى؟ يبقى ايه بقى؟ خبر ما مجرور لفظا منصوب محلا، يبقى الاجابة بتاعتنا ان شاء الله الف. تمام. اللي بعدها قال: ورسم دار وقفت في طلله عند بداية أي عبارة بواو زائد اسم في كسرة. أي عبارة واو واسم يبقى دي بتاعت مين بس الأول؟ اسمها واو إيه؟ ربا. الله ينور عليكم جدعان، واو ربا. واللي بعد ربا يبقى مبتدأ مجرور لفظا وهنا علامة الجر الكسرة. تمام حلو كده. اللي بعدها عاوزين نقول يا مستر برضه هو ربا نطبق عليها ملاحظات ربا. طبعا يتطبق عليها كل حاجة. تمام تمام بس قولي مفيش فعل وفي ما هو الفعل ده لازم، وقفت ده ملوش مفعول، انا بتكلم على الافعال لها مفعول لازم يلزق لها هاء، لكن لو فعل اصلا لازم مش محتاج مفعول، فهو كده اكتمل خلاص، يعني الجملة اكتملت. ناخد السؤال سبعة يا شباب. سبعة، هيهات يحقق الفاشل النجاح في محل رفع فاعل. تمام، عشان اي ايوه اي جملة بعد هيهات في محل رفع ايه؟ فاعل. بصوا يا شباب، لما في الامتحان ان شاء الله يجيب لكم بيتين شعر في سؤال، بيتين شعر معناها ان البيتين حضرتك بتعاملهم كأنهم جملة واحدة، جملة واحدة يعني متصلين ببعض ما تفصلهمش. وما اقول ايه بقى؟ وتينة غضت الافنان باسقة قالت لأطرابها والصيف يحتضر بئس القضاء. بوصل بوصل عشان اعرف. قالت لأطرابها والسيف يحتضر بئس القضاء. عاوز يقول إيه؟ ليه بقى نصب مفعول؟ ليه؟ عشان هي قالت، عشان قال، يبقى قالت ايه؟ قالت بئس، قالت بئس، يبقى دي جملة الجملة اللي اتقالت، جملة نقول القول اللي اتقالت، والجملة اللي بعد قال اللي اتقالت في محل نصب مفعول. نأتي إلى سؤال آخر، السؤال عشرة، بيقول: كفى بك أن ترى الموت شافيا، كفى بك أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانية. حدد المحل الإعرابي للضمير الكاف. نصب مفعول. تمام، ليه مش فاعل؟
مصدر فاعل، مصدر مؤول. علشان في مصدر مؤول اهو يتعرف فاعل، انما كده بقى الكاف تبقى هي المفعول فعلا، يبقى نصب مفعول. السؤال القادم، كم ذا يكابد عاشق ويلاقي، عاشق ويلاقي، كم ذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق؟ اعرف ذا تمييز منصوب. طيب 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 اسمع مني يا شاب، كم إذا جه بعدها ذا، كم ذا، كم ذا منادى، لأن ذا دي هذا أصلها كم مرة يا هذا كده. كم كمالية وتمييزها محذوف؟ بس أنا لسه داخل دلوقتي. إيه؟ أنا لسه داخل دلوقتي المحاضرة. طب ماشي واصلي معايا، ماشي، ما احنا هنعيد تاني إن شاء الله، واصلي بس معايا. والله بينزل عادي على الموقع؟ الفيديو هينزل إن شاء الله يا شباب، اللي الجزء اللي فاتك هينزل مسجل بإذن الله، ما تقلقيش. تمام ماشي. كم ذا يكابد عاشق ويلاقي، يبقى كم لو جاي بعدها ذا اللي بمعنى هذا، دي منادى، دي منادى، يبقى منادى مبني في محل نصب. السؤال اللي بعده، هنقرأ السؤال 13 انا وانتو، اقرأ وقول لي ايه ده. اعرب اشتياقا. تمييز. طبعا هو رمى السؤال عشان حضرتك تاجي رايح عند التمييز، لأن حضرتك قرأت السؤال لأول مرة، اوعى تجاوب سؤال من أول مرة عشان كل حاجة من أول مرة دي غلط يا أستاذ. اقرأ عدل، وإذا كان في تشكيل في الكلام شكل عدل. اقرأ تاني. ها اقري تاني، اكبرها لك شوية، اقري تاني. مفعول به. لا انا عاوزكم بس تقروها الاول، اقروها الاول. اقل اشتياق. اقل. دي مش اقل، دي مش اسم تفضيل، ده هو ضحك عليك، ده هي اقل يعني فعل امر. تمام. ده فعل امر مش اسم تفضيل، لو كان تفضيل كنت عربت تمييز، لكن اقل يعني اقلل. اقلل ايه؟ اقلل الاشتياق، يبقى مفعول به، يبقى لازم اقل. عشان كده بقول لك خد بالك، لا تتسرع، لا تقرأ من أول نظرة، لا تجيب من أول نظرة، خد بالك بعد إذنك لو سمحت. هذا مفعول دي 14، جملة سهلة أظن ما تغلطوش فيها يعني. 14. علشان أنا بادئ بجر ومجرور، يبقى للنفس خبر مقدم وأخلاق مبتدأ مؤخر، وتدل على الفتى جملة بعد نكرة تعود عليه، يبقى نعت، يبقى فعلا هي رفع نعت. الاسناد، سيأتيك ان شاء الله سؤال في الاسناد غدا. ايه؟ ما انا هركز بقى فيه شوية عشان ده ان شاء الله احتمال كبير فيه سؤال بكرة في الامتحان. ركز. بصوا بقى يا شباب، ركزوا كده معايا شوية. لو انا عندي فعل مضاعف زي مادة، ده مضاعف. الفعل ده لما نجي نسنده لتاء فاعل ونا فاعلين ونون نسوة، تاء فاعل ونا فاعلين ونون ايه؟ نسوة، بنعمل ايه يا شباب؟ نفك تضعيف. الله ينور عليك، نفك تضعيف، نقول مدد ومددنا ومددنا. طب يا شباب لو انا هسند لتاء تأنيس، عاوز اجيب تاء تأنيس، اقولها ازاي؟ ها؟ ده بقى امدودن؟ لا، تاء تأنيس، تاء تأنيس، مدت، ما فكش تضعيف، دي تاء تأنيس، مدت هي. الفكرة كلها إن أنا بفك تضعيف بس مع مين؟ تاء الفاعل، نا الفاعلين، نون النسوة، بس. أما تاء التأنيس لا، نا المفعولين لا، نا المفعولين لا، خد بالك عشان ما يضحكش عليك. يعني مثلا لما أقول كده، مدنا، مدنا المعلم بالإجابة، مدنا المعلم بالإيه؟ بالإجابة. دينا إيه؟ مفعولين. يبقى ما بفكش التضعيف. يبقى ناخد بالي، أكون ذكي كده ومنتبه كده عشان ما يضحكش عليا، إحنا هنكون أعلى منه وأحسن منه. طب يلا يا عم. لا المفعولين وإيه تاني يا مستر؟ إيه تاني؟ تاني؟ لا الفاعلين، لا الفاعلين لو إحنا اللي عملنا، أقول لك ذهبنا، إحنا اللي ذهبنا. مددنا، احنا اللي مددنا.
انما لا المفعولين لما يبقى بعدها الفاعل. مدنا المعلم بالاجابه، يبقى مين الفاعل؟ يبقى المعلم، يبقى فاعل. يبقى النادي مش فاعل، النادي نا المفعولين في محل نصب مفعول به، نا المفعولين. تمام. سؤال بقى يا شباب، الفعل مد ده او شد او عد ده مد، لو انا يا شباب عاوز اجيبه في صيغه الامر اقول مد، مددنا. قال لك بقى اسند مد ده، استني بقى، اسند مد ده في الى نون النسوه، فعل الامر المضاعف مع نون النسوه، افك التضعيف وزود الف في الاول، افك التضعيف وزود الف في الاول، يبقى اقول ايه؟ امددنا. تمام. السؤال الخطير، السؤال الخطير، قال ايه بقى؟ قضى، قضى الرجل بالحق، جاب لك في الامتحان الفعل ده وقال لك انا عاوزك تسند ده لياء المخاطبه، حول المضارع. الله ينور عليك. تمام، شاطره. بص يا شباب، الياء المخاطبه يعني الفعل اصلا اخره ايه؟ نون، زي تكتبين، تذهبين، تعلمين. اي فعل بقى ماضي جالك في الامتحان قال لك اسندوا لياء المخاطبه، الماضي لا يسند الى ياء المخاطبه، هو كاتب لك ده في ورقه المفاهيم. تحول تختار انت بقى الفعل اللي متحول مضارع واخره ايه؟ ونون. يبقى انت هتقول تقضين، ايتها الفتاه انت تقضين. قال ايه؟ ذهب، اعملوا لياء المخاطبه، قلت ذهبين، بعمل كده. النقطة التانية اللي أنا عاوزك تركز فيها حضرتك وتفوق بقى شوية كده، هكتب العبارة، أفكرك الأول بالقاعدة، الفعل يدعو آخر واو، والفعل يقضي آخر إيه؟ عند إسناد فعل آخر واو إلى جمع المذكر نقول الرجال إيه؟ يدعون، يدعون. طب ونقول النساء ايه؟ النساء ايه؟ يدعون. يعني اي فعل اخر واو يبقى واو ونون مع جمع المذكر وجمع المؤنث حته واحده، بس طبعا الاعراب هيختلف. يدعون مع المذكر مرفوع بثبوت النون، ويدعون مع المؤنث مبني على السكون. انا كاتب لك ده سنة. تمام. يدعون مع المذكر مرفوع بثبوت النون، ويدعون مع المؤنث مبني على السكون. وزن يدعون مع المذكر يا شباب؟ يفعلون. يا حجه، يفعلون. اي فعل معتل مع المذكر يا حجه وزنه يفعلون، يفعلون. اللي مع المؤنث جمع المؤنث يفعلن. احفظي بقى، احفظي بقى، احفظي، بصي لي. يبقى الفعل اللي جاي مع المذكر واو ونون معتل وزن يفعون، يفعون. تمام. لو كان صحيح يبقى يفعلون زي يكتبون، ده معتل. اللي جاي مع المؤنث يفعل، يفعل. نركز في الحته. طيب الفعل بقى اللي اخره ياء مع المذكر واو نون، مع المذكر واو ايه؟ نون، ومع المؤنث ياء نون. يعني اقول الرجال يقطون، طيب اخر ياء بقى النساء يقضين، يبقى الفعل اللي اخره واو واو ونون مع الكل، والفعل اللي اخره ياء واو ونون مع المذكر واو ونون مع ياء نون مع المؤنث. اللي اخره ياء زي يقضي، زي يرمي، زي يسعى، يبقى اخره واو ونون مع المذكر وياء نون مع المؤنث. السؤال بقى اللي انا اساله كله يبص لي، انت اخاطب مؤنثه، ركز، انت تسعين الى العمل، انتن تسعين الى العمل. انا اسالكم سؤال، هي النون دي اسمها نون ايه؟ علامة اعراب. علامة اعراب. الله ينور عليك، ايه الحلاوة دي؟ والنون دي نون ايه؟ حرف لام، حرف لام حلاوة. نسوة، نسوة. هي نون النسوة بتتعرب؟ اه.
حرف من؟ فاعل. فاعل. الله ينور عليك. اعربي ده. ماله مضارع. ماله مضارع ماله؟ مرفوع بسكون النون. الله ينور عليك. يبقى اي فعل مع ياء المخاطبه ده من الافعال الخمسه مرفوع بثبوت النون. يا سلام، مرفوع بثبوت النون. طيب والنون نسوه ده بيعربوا ايه؟ فاعل. فاعل مين يا ست؟ مبني على السكون الفعل. الفعل. يبقى الافعال اللي اخرها ايه؟ نون مع المفرده، مع المفرده مرفوع بثبوت النون، مع الجمع دي نون نسوه مبني على السكون. السؤال بقى اذن كلمه تسعين واذن تسعين. تفعين. الله ينور عليك. ايه الحلاوه دي؟ تفعين. يبقى ياء ونون مع المفرده المؤنثه تفعين، وياء ونون مع الجمع المؤنث تفعلن. تفعلن. تمام يا شباب، كويس كويس. طيب تعالى بقى نجاوب سؤالين. يلا نجاوب سؤالين يلا كده مع بعض. السؤال 16. السؤال كام؟ 16. بيقول السؤال: رأيت أيها الطالب الإجابة الصح الصحيحة. أسند الفعل رأيت إلى المفردة المؤنثة اللي هي ياء المخاطبة. أختار مين؟ طريق. ايوه كده. اقلب الفعل اللي مضارع والزق له النون عشان يبقى طرين. ماشي. السؤال اللي بعده: انت تسعين الى النجاح ايتها الطالبه. بثبوت النون وتفعيل. تمام، يبقى مرفوع بثبوت النون وتفعيل، يبقى الاجابه الف. حلو. السؤال اللي بعده: أنتن. مبني على السكون وتفعلن. يا سلام، مبني على السكون وتفعلن. حلو خالص والله. السؤال 19، احنا ان شاء الله هنجيب درجات حلوه باذن الله. السؤال 19. سؤال 19: حدد من بين الاختيارات الاتيه جمله تشتمل على اسم فعل منقول. الف. صح 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 صح، ما تنخدعش. انت بتقرا من اول نظره ليه؟ دونك. ايوه ايه بقى؟ رقم ب. ايوه كده. ليه بقى رقم ب؟ عشان دونك بمعنى خس. ما هي ممكن دونك ما تجيش اسم فعل، وممكن عليك ما تجيش اسم فعل. لو جايه بمعناها تبقى اسم فعل. عليك ايها الجندي واجد، دي مش معناها الزم. لو هي معناها الزم عليك الصبر كنت تاخدها اسم فعل ويبقى منقول. انما خد بالك لازم تقرا الاختيارات كلها وتركز، لو في اختيارين متشابهين يبقى في حاجه غلط، لازم اخد بالي. يبقى دونك صح. خش على اللي بعدها. بيت حلو ده والله، ممكن يجي في الامتحان البيت. لي فيك يا ليل اهات ارددها، اواه لو اجدت المحزون اواه. ايه اواه دي يا حاج؟ اسم فعل مضارع. اسم فعل. اسم فعل ايه بقى؟ مضارع. مضارع. اعربه ايه؟ مبني على الضمه. ممكن اكتب حاجه بس كده معايا، اكتب حاجه انا وانتوا كده، اكتب حاجه. من قيدك ادمى معصمي. واواه تألم برضه. وواه شبه بعض. ايه ده؟ واواه وواه، كل دول يا شباب اسم فعل مضارع مرتجل. اسم فعل مضارع ايه؟ مرتجل. عاوزك بقى تعرف. آهل. يا بنت آهل. مبني على ايه؟ كسر. طيب على الكسر. اواه ضم. اهي ضمه ايه عشان ما تغلطيش، اهي زي النقل، اهي ضمه ايه. يبقى اواه مبني على الضم. اهي اهي. واه لسلمى ثم واه واه. لا يا حاج، على السكون ان شاء الله. على السكون. خدي بالكم من الافعال الثلاث كلمات دول، خدي بالكم. اهن مبني على الكسر، اواه على الضم، واه على ايه؟ السكون. يا سلام. نرجع بقى تاني ونشوف احنا عاوزين نقول ايه. السؤال 20: لي فيك يا ليل اهات. مين شاطر يعرب ليل الاول؟ ليل ليل ليل.
منادى. منادى ايه؟ فكرة مقصودة؟ صح، مبني على الضم. مبني المنادى لما يبقى كلمة واحدة ومش مش منون بالأول. ومش منون يبقى منادى نكرة مقصودة مبني على الضم. تمام، انما المضاف الشبيه بالمضاف والنكره غير المقصوده منصوب. ماشي يلا يا عم اعرف اواه، عرفناها ايه؟ تمام خلصنا دي. تمام ناخد 22 وبعدين نرجع بقى لجمله تانية. لي فيك يا ليل اهات ارددها اواه لو اجدت المحزون. بيقول لي انا عاوزك تعرف اواه اللي في اخر البيت. انت بتلعبني كده بقى، ما هي اواه اسم فعل. لا مش شرط، لو اواه دي أساسية يبقى كده دخلنا في مشكلة. لو أجدت المحزون أواه، يعني إيه أجدت؟ يعني إيه أجدت؟ نفعت. نفعت، الله ينور عليك، نفعت المحزون أواه، رتب صح وافهم المعنى. مين اللي نفع مين؟ فاعل. نفعت أواه المحزون. المحزون. يا سلام، يبقى ده طلع فاعل، ما طلعش اسم فعل، أنا لازم أكون واد مركز. لازم اركز. بتقولي ايه؟ الجمله مش الجمله، انهي جمله؟ 22. طيب نقرا تاني انا وانتي. انا اتفقت معاك الاول على حاجه، ان اواه دي اسم فعل مضارع مبني على الضم. تمام كده ولا لسه؟ تمام. حلو، لو اواه بقى جت اساسيه في الكلام يعني لها محل اعرابي، اضطر اعربها فاعل مفعول زي ما تيجي. تعال نقول لي فيك يا ليل اهات، بقول بالليل. اواه لو اجدت المحزون اواه. طب ماشي، انا بقى اعرف اواه الاول، لازم ابص هي اواه دي ينفع تتشال ولا لا يا حاج. اجدت افادت، اجدت دي افادت، اجدت المحزون شيل شيل أواه. لو أجدت المحزون، طب فين يا عم؟ إيه اللي أجدى المحزون؟ إيه اللي أفاد المحزون؟ إيه اللي أفاد؟ يعني الجملة لسه محتاجة تكملة، محتاجة تكملة، يبقى ده كلام أساسي، أساسي يبقى أجدت أفادت فعل، وأواه هي الفاعل والمحزون مفعول، يعني كلمة ما بتفيدش. ها أعيد لك تاني؟ تمام تمام. بصي يا ست بقى، في الامتحان لو جه قال لكم أنا عاوز أسلوب شرط. اسلوب ايه شرط؟ حذف فعله، ما هو إلا. اسلوب الشرط الذي اللي ما في الا وبعدها فعل واحد، بعدها ايه؟ فعل واحد. الله ينور عليك، بس في حاجه لازم يكون الفعل يا بنتي، لازم يكون الفعل لازق وراها، لازق وراها، عشان لو بعده ما ينفعش. يبقى ايوه يعني يعني مثلا يا ست الحاجه ب لن يفلح، لن يفلح الا من اجتهد. طب ما انت ممكن تقولي دي الا هي واجتهدوا هي، وتقولي دي لا، انا عاوز الفعل لازق وراها. يبقى مين بقى اللي اسلوب الشرط حذف فعله؟ اول واحد. الله ينور أول عليك واحد. يا سلام. والا طب ليه تجيب ما تنفعش؟ كان دي الا منصوب. طب ليه ده ما تنفعش؟ ما فعل الشرط تحذفه علشان فيها فعلين، والا تحرس تكن فيها تحرس وتكن، انا عاوز بعدها فعل واحد بس، عاوز بعدها يا شباب فعل واحد. يبقى الا تحرس تكن، تحرس ده فعل الشرط مجزوم، وتكن ده فعل الشرط ايه؟ مجزوم. تمام خش. واه اللي سلمى ثم واه واه، يا ليت لنا عيناها، يا ليت عيناها لنا وفاء. قلت ايه بقى؟ مبني على السكون. ماشي، يبقى اسم فعل مضارع مبني على السكون. السؤال 24، واه على ما حدث مرتجل. ايه؟ مرتجل. تمام مرتجل. خش على اللي جاي. الله، جملة حلوة، جملة امتحان دي. الطالب يسمو بأخلاقه ويسعى للتفوق، أسند الفعلين في العبارة لنون النسوة. لازم وأنا بسند لون النسوة أقول الفعل آخر واو ولا ياء؟ لو واو لو واو يبقى واو مع واو نون مع الكل، لو ياء يبقى مع المؤنث ياء نون، يبقى مين؟ دال. تمام جدعه. بص يا شباب، من ضمن النقاط اللي هناخدها دلوقتي
عندنا حاجة اسمها الفعل الصحيح والمعتل، قد يأتيك سؤال فيه. اسمعني، الفعل الصحيح ثلاث أنواع. صحيح ده يعني ما فيهوش علة، صحيح سالم، وصحيح مهموز، وصحيح مضاعف. ايه هو السالم؟ قال لي السالم اللي ما فيهوش حرف علة ولا همزة ولا شدة، لا علة ولا همزة ولا شدة، زي كتبة، قال لي ده سالم، صحيح سالم. طب والمهموز؟ قال لي اللي فيه همزة، زي أكل، همزة، وسأل، همزة، ومرأة، همزة. يا سلام. طب والمضاعف يا حاج؟ قال لي مضاعف ثلاثي، يبقى حرفين والتاني مشدد، زي مادة وعدة. طب والمضاعف الرباعي؟ قال لي كل حرفين زي بعض، الأول زي الثالث والثاني زي الرابع، زي زلزلة، زي وسوسة. ده أنواع الصحيح، سالم ومضاعف وإيه ومهموز. طيب يا حاج، وأنواع المعتل؟ قال لي المعتل بقى استناني، حسب حرف العلة. لو حرف العلة في الأول يبقى مثال وعدا، لو حرف العلة في النص يبقى أجوف قال، لو حرف العلة في الآخر يبقى ناقص دعا. طب لو في حرفين علة يا حاج جنب بعض، حرفين علة جنب ايه؟ اذا جاء حرفين علة جنب بعض يبقى ده اسمه لفيف مقرون، يبقى حرفين العلة اقترنوا ببعض، لفيف مقرون. طب لو هو في حرفين علة بس بعاد عن بعض، زي وقية، لفيف مفروك، يبقى لفيف مفروك. يبقى المعتل، معلش اديني تاني، معلش هات تاني. حاضر. المعتل ده له خمس انواع، مثال واجوف وناقص. المثال حرف العله في الاول، والاجوف حرف العله في النص زي قال، والناقص حرف العله في الاخر. طب لو حرفين عله لازقين مع بعض يبقى اسمه لفيف مقرون، لفيف مقرون. طب لو حرفين عله بعاد عن بعض، الاول والاخير، لفيف مفروق، يعني حرفين العلة اتفرقوا عن بعض. فهمت اللي انا قلته ولا لا؟ ايوه تمام، شكرا. تمام، يلا نرجع نحل حاجة انا وانتي. يلا اهو السؤال رقم كام؟ 26. بيقول المجتهد يعي حقيقة العلم. طبعا انا عشان اعرف الفعل ده صحيح ولا معتل لازم ارجعه لاصله في الماضي مع الضمير هو، عشان اقدر في الماضي مع الضمير هو على ثلاث حروف عشان اقول ده ايه. يعي بقى ده ايه؟ لفيف مفروق. يا ليه بقى؟ عشان وعى. عشان وعى، وعى يبقى واو والاخر ايه، يبقى الاجابه صح يا شباب. طيب ممكن اكتب من حاجه؟ ايه ممكن اكتب من حاجه؟ سؤال 25 رقم د، ياسمون على وزن يفعل، ياسمون على وزن يفعل، يفعل برضو، ويسعين على وزن يفعل. يا بنت اي فعل معتل، معتل مع نون النسوة كله يفعل، كله يفعل، انما لو مع المفردة المؤنثة يفعين او تفعين، تفعين مش يفعين بقى، تفعين. ها ماشي. تمام. حللي بقى كده وانت لسه مصحصحة معايا. 27. سألوا الله ان يوفقكم، سألوا الله ان يوفقكم. احنا هنا صحيح محموز. ليه بقى ليه يا ست؟ ليه؟ سأل. نرجعه للماضي، نقول له هو عمل ايه؟ قلنا هو سأل، يبقى فيه همزه، يبقى ده صحيح محموز، يبقى الاجابه صح، صحيح محموز. بص بقى، في البناء للمجهول يا شباب عاوزكم تركزوا معايا. يلا، هو احنا لما بنبني المجهول بنشيل الفاعل، اسمع مني، ونخلي المفعول به مرفوع عشان يبقى نائب فاعل، زي كتب الطالب درسين يبقى كتب درسان. النقاط بقى اللي انا عاوزكم تاخدوا بالكم منها، ان اي الف في الماضي في الاخر وقبل الاخر، في الاخر وقبل الاخر، نعملها ايه؟
نعملها ايه الالف؟ تتحول لياء. نعملها يا. يا سلام، يبقى قال ايه؟ قيل. قيل. واهان اهين. اهين. ودعا دعيا. يا سلام. واي الف؟ انا بركز على المهم بس. واي الف ليست في الاخر ولا قبل الاخر؟ واو او ياء. يا سلام. يبقى قاتل. استنى اكتب. تتقلب واو. تتقلب واو. اي الف مش في الاخر ولا قبل الاخر، تتقلب واو. يبقى قاتل. قوتل. قوتل. حلو. طيب واي الف همزه تتحول الى ياء همزه؟ ياء. يبقى سأل. سئل. واي نون ي تتقلب تاء؟ يبقى علمني علمت. ماشي. علمت. لكن انا عاوز اقف عند نقطه مهمه جدا، موضع سؤال في الامتحان. قبل ما اقول النقطه عاوزكم تاخدوا بالكم من حاجه. اي فعل على وزن فاعل او تفاعل اقلبوا الى فعل او تفعل. يبقى اللي على وزن فعل فعل، واللي على وزن تفاعل تفعل. يعني تقول كفا فاعل، يبقى كو فيها طا طلا قوتلا. اما تقاسم تفاعل تقو سما. حلو. اسمعني بقى في اللي انا هقول لك عليه ده. لو الفعل فيه الف، فيه الف اهي، واخره نون ي. الفعل فيه الف وفيه نون ي، الف ونون ي. وليس، استني، الفعل فيه الف واخره نون ي، وليس تفاعل ولا فاعل، لا على وزن تفاعل ولا فاعل. لما تبني للمجهول خد بالك تعمل ايه؟ تحذف الالف. بصوا بقى، اعانني في الف ونون ي بس مش على وزن فاعل، يبقى نكتبه كده يا بنتي اعنت. اعنت اهو. حلو. اهانني اهنت. طيب حلو كده. يبقى الفعل اللي فيه الف واخره نون ي ومش على وزن فعل ولا تفعل، شيلوا الالف وانتوا بتحولوه للمجهول. طب استنى بقى، تعالى حل عشان اشوف حضرتك هتعمل معايا ايه دلوقتي. يلا ناخد النقطة 28 الأول. دي أنا ما قلتهاش، دي أنا قلتها قبل كده. حضرت أريك، أنا خاطب مؤنث، هو هيكتب لك في الامتحان كسرة أهي، كسرة أهي، عشان يبقى إحنا بنخاطب مؤنث، عشان تركز كسرة، عشان نسيت أحطها. حضرت أريك اليوم الحقيقة. عاوز يعمل ده مجهول. قول بقى. ألف. ألف إزاي؟ ألف إزاي؟ اسمعيني يا ست، اسمعني. أي فعل موجه لياء المخاطبة أريكي أنت، هتبنيه للمجهول تخليه مضارع وتخلي آخره إيه؟ نون. تخليه مضارع، يبقى ترين، بس هضم بقى ترين. عرفت؟ تاني عشان ما تغلطش. اي فعل موجه للمفردة المؤنثة، تمام؟ جئت اعلمك يبقى تعلمين، جئت افهمك تفهمين، جئت اريكي يبقى ترين. كده كلام. وركز اللي بعدها. هذا السؤال ده، هذا السؤال 29 ده جه في امتحان ثانوية عامة زمان، وقالوا انه كان اصعب امتحان. الحقيقة لو الطالب مذاكر ولا أصعب، مفيش حاجة اسمها امتحان صعب، في حاجة اسمها طالب مذاكر ومركز في الملاحظات وطالب لا. المهم ناخد السؤال اللي جه في امتحان ثانوية عامة قبل كده.
قال أريك يا مصر. يا مصر أنت بتخاطب مين يا حاج؟ أنا بخاطب واحدة مؤنثة، مش مهم بقى بجيل. عاقل ولا غير عاقل. أريك يا مصر الإخلاص الذي تعاهدنا عليه. نقول إيه بقى؟ جيم. يبقى جيم. يا مصر. صح يا شباب؟ مخاطب مذكر مش مؤنث. إيه؟ لو كان مخاطب مذكر مش مؤنث. يبقى طورة. مش هتحطي بقى النون. حط يبقى طورين وتعاهد تفاعل يبقى تعود. حلو خالص. 30 اعانني صديقي ده. ايه بقى؟ اهي بتقول لي دال. اهي بتقول لي دال. النون ايه بتتحول لايه؟ النون ايه بتتحول لايه؟ لتاء. يبقى اعنت. يبقى به. ما انا بشيل الالف واقلب النون يهته. ما انا بشيل الالف واقلب النون يهته. يا شباب اللي على وزن فاعل وتفاعل بتقلب الالف واو، لكن اللي مش على وزن فاعل ولا تفاعل وفيه نون ي شيل الالف. فهمتوا؟ طيب حل بقى اللي بعدها. صح بقى. ب مين؟ الف. ألف. أهي بتقول لي ألف. أهي بتقول لي ألف. هو أنا لسه قايل لك إيه دلوقتي؟ لو الألف مش في الآخر أو قبل الآخر بنحولها لواو. ده لو على وزن فاعلة يا ست. ده يا بت ده أنا قلت لك. يا بت لو على وزن فاعلة تفاعلة اقلبيها واو. طب مش على وزن فاعلة ولا تفاعلة ما تقلبيهاش، شيليها. تمام. تاني. فهمت أنا قلت إيه ولا لأ؟ أه. طب حلي بقى. خلاص يبقى كده مش هحسب الالف خالص، فبالتالي هتبقى دال. دال. هتبقى مين؟ دال يا ما هي زدت. ماشي صح، بس انت ليه اخترتي علم مش علما؟ عشان ها؟ فبالتالي يبقى. طيب اسمعيني بقى عشان افهمك حاجه. معلش افهمك حاجه. معلش بص يا ستي، واحده واحده كده بالراحه مع بعض. اي فعل اخره نون ي، اخره ايه؟ نون ايه؟ ي. النون ي دي حضرتك لما بتحوليها تبقى ايه؟ ايه؟ عارفه التاء دي؟ عارفه التاء دي بقى هي نائب الفاعل. يبقى اللي بعد التاء ما تعمليش فيه حاجه، زي ما هو في العباره. زي ما هو في العباره، ركزي. يبقى جيم. يبقى جيم. اقولها لك تاني بقى عشان نجمع مع بعض، عشان ايه؟ لو جات لك حاجة زي كده في الامتحان بكرة، وأنا متوقع إن شاء الله إن حاجة زي كده تاجي. بس ركز. لو أنا يعني اللي بعد استنى 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 استنى. لو أنا عندي فعل على وزن فاعل أو تفاعل يبقى تقلب الألف واو قولا واحدا. طب مش على فاعل ولا تفاعل وفيه نون ي، أنا بركز وفيه نون ي، شيل الألف واقلب النون يهته، واللي بعد الفعل ده سيبه زي ما هو ما تغيروش، لانه هيفضل بقى مفعول بيه او تمييز او الكلام ده، يبقى زدت علما. طب نعمل بقى 32. اقرا وانا قلت لك دي. اذهب الى العمل. انت عارفه هو عاوز يعمل ايه دلوقتي؟ عاوز يعمل اسم فعل موجه للمفرده المؤنثه. فكر. ذهب. أي واحدة؟ تاني. باء. دال؟ باء. باء. أحسنت جدعة. باء ذهاب. تمام. معلش قولها دي يا مستر. إيه؟ قولها تاني دي معلش يا مستر. حاضر. لو أنت في الامتحان جاب لك فعل أمر، فعل إيه أمر؟ وهو بيقول لك أنا عاوزك تعمل من الفعل الأمر ده اسم فعل، اسم فعل للمفردة المؤنثة. فانت هتعمله على وزن فعال. هتعمله على وزن فعال ما تضيفلوش اي ياء خالص، يبقى ذهاب سماع بس كده، ما تضيفلوش حاجه. 34. انتوا خدتوا معايا حاجه اسمها حكم تأنيث الفعل. كان تأنيث الفعل يا شباب بيبقى واجب لو الفاعل مؤنث حقيقي لازق وراه. مؤنث حقيقي ده يعني يلد او يبيض. يبقى ذهبت فاطمة، ده واجب. أو لو الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، أي فاعل ضمير مستتر تقديره هي يبقى واجب.
اما لو الفاعل مؤنث مجاز زي نمت الشجره ده جائز، ولو الفاعل اتفصل عن الفعل اتفصل ذهبت الى المدرسه فاطمه يبقى جائز، يبقى هو واجب في حالتين اتنين بس، لو الفاعل مؤنث حقيقي لازم ورا الفعل، او لو الفاعل ضمير مستتر. انا بقى بسالك في النقطه 34 واجب 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 قالت هي يا سلام قالت هي الله ينور عليكي يبقى واجب. طيب ناخد النقطة رقم 35 لا 36 من ذاكر بجد ايه اسمية تمام اسمية خلي بقى استنى عشان انبهك لحاجة انبهك لا شك تمام لا شك لا بد ولا شك ولا جدال دي لنا فعل الجنس يبقى ده جملة ايه اسمية تمام مستر انا بتلخبط في لما بيبقى بعد فاعل الجزاء لما بتدخل على جملة جواب الشرط بتلخبط بتبقى اساسها ايه يعني لما بيجي سؤال عليها بتلخبط فيها كتير في ايه بالظبط وضحي كلامك بس يعني لما فعل جزاء بتدخل على جواب الشرط ما دخلت على جواب الشرط هي عشان تدخل على جواب الشرط يلزم لها سبب ايه؟ ها؟ يقول لي سبب دخولها ايه؟ ايوه ما هو سبب دخولها المفروض انك حافظاها جمله اسميه تمام او طلبه بس. طيب استنى بس ممكن يكون انت تتلخبطي عشان انت مش عارفه الجمله الاسميه دي اللي هي عباره عن ايه؟ الجمله الاسميه دي اشكال يعني بصي لي يا ست بصي لي هنا تاني من؟ يجتهد فالله معه فالله ايه معه كده انا بدات بايه باسم يبقى دي جمله اسميه تمام طيب من يجتهد فله الاجر ده جر ومجرور برضه لما ابدا بجر ومجرور يبقى جمله اسميه طب من يجتهد فانه متفوق برضه لو بدا بان واخواتها جمله اسميه ماشي من يجتهد فلا بد من نجاحه يبقى الجمله الاسميه دي اي اسم صريح جر ومجرور ان واخواتها لنا فعل الجنس كل ده جمله اسميه الباقي بقى واضح يعني مثلا من يجتهد فكن معه كن ايه معه ده فعل ايه يبقى ده اسمه جمله طلبيه طلبي جمله طلبيه الامر والنهي طلبي تمام من يجتهد مثلا ف ف ف ف ف فنعم الرجل نعم ده فعل جامد يبقى لان الجواب جمله فعلها جامد نعم بئس عسى ليس حبذا من يجتهد فسوف يتفوق يبقى جمله فعل مظبوط كده بس بتقولي الاسباب دي يعني بتقولي ايه الاسباب دي طيب اسماء الافعال من اسماء الافعال تكتبهم في المذكره مكتوب اسماء الايه الافعال مكتوبه بس مش في المذكره دي في تاني محاضره كانت في المحاضره الثانيه تمام المحاضره الثانيه مكتوب فيها اسماء الافعال تمام طيب نروح كده معانا نشوف بقى حاجه ثانيه يلا معايا بيقول في 39 وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع حدد المحل الإعرابي لجملة المنية أنشبت أظفارها يبقى دايما إذا اللي لازق وراها إذا الجملة مش الاسم الجملة اللي لازقة ورا إذا في محل جر مضاف إليه لكن الجواب بتاع إذا الجواب لا محل له لان اي اضافه شرط الجواب ملوش محل طب اسالك بقى سؤال لو انا عاوز اعرف المنيه بس يا ده طيب اسمعوا اذا لو بعدها جمله في محل جر مضاف اليه الاسم الواحد اللي بعد اذا فاعل او مبتدا والاثنين صح فاعل او مبتدا والاثنين صح مش لو كده برضو ايه كلمة لو برضو لما بيكون بعدها مصدر مؤول لا لو دي بقى حاجة تانية لو دي لو بعد لو انت بتتكلم انت اصل انت بتقول لي لو عموما استنى لا قصدي لو بعدها مصدر مؤول ايوه لو بعدها مصدر مؤول يبقى مبتدأ وفاعل صح فاعل اه
اللي بعدها بقى 40 لام، لام المدير المهمل. عاوز يعمل من لام ايه بقى؟ اسم مفعول. يبقى انهي واحده؟ ها؟ يبقى ملوم صح؟ اي فعل معتل يا شباب ثلاثي معتل بنجيب اسم المفعول بنقلب للمضارع ونقلب الايه الاولانيه من مفتوحه. قال يقول مقول، باع يبيع مبيع، رام يروم مروم، لام يلوم ملوم. عشان كده هي ملوم مش ملام. النقطة رقم 42، ضا ضارأني صديقي عن الفاسدين. ركز شوية. ضارأني يعني دفعني وأبعدني. ضارأني صديقي عن الفاسدين. قول بقى. أنهي واحدة؟ ألف. ألف يا أستاذ. حضرتك سألت نفسك سؤال، ده رأى على وزن ايه؟ فعل. وانا قلت اللي على وزن فعل بتعمل ايه فيه؟ تقلب واو. طب ما قلبتهاش واو ليه؟ ما خدتش بالك ليه؟ صح 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 بقى صح 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 صح. لما احيانا لما بنيجي نسأل الطالب بنقول له سأل، هاي الجملة مكتوبة، سأل المعلم الطلاب، ونقول له يا ابني ابني المجهول، قوم الطالب الطالب يقول لي ايه؟ سئل الطلاب. اقول له يا ابني، اقول له يا ابني يا ابني يا ابني، هي دي ثلاثي ولا على وزن فاعلة؟ ركز فيها تاني. يقول لي على وزن فاعلة، اقول له يا ابني يبقى فاعلة فعلة، فاعلة فعلة، وتفاعلة فعلة، يبقى لازم تقول سئل. عشان كده في فرق بين اتنين، ضا ضرأني ودارأني. ضرأني ما فيهاش ألف، درأ ده ثلاثي يبقى دي درئت، إنما دارأ يبقى دورئ. خدت بالك بقى؟ خدتوا بالكم؟ ها زاد مش على وزن فاعل يا مشكو. مين؟ زاد على وزن فاعل. زاد؟ طب بذمتك عدي زاد كده كم حرف؟ كم يا بنتي؟ كم يا بنتي؟ ردي عليا. يا بنتي زاد كم حرف؟ ايه؟ ثلاثي، يبقى على وزن فاعل ازاي؟ ركزي بس ركزي. خلاص؟ تمام. نعرف بقى حاجة تانية. عاوزين نحل النقطة 43، يلا 43. 43 مش جاي على الشاشة يا مستر. ها؟ مش جاي على الشاشة. مش جاي على الشاشة، معلش معلش أنا آسف. 43 معلش. 43 أي الجمل الآتية ورد فيها مصدر مؤول؟ دال. صح؟ نقول بقى ملحوظة مهمة عشان السؤال ده مهم. ما والماضي، ما والما، يجيب لك في الامتحان أربع جمل فيهم ما والماضي. اللي تنفع مصدر مؤول هي اللي تنفع تتقلب صريح. أي حاجة ما ينفعش تتقلب صريح ما تاخدهاش مصدر مؤول. جيم. ها؟ جيم. طب ألف بقى دي إيه بقى؟ ما تصلح بقى. استنى بس، ما دي ما ايه في الف؟ ما دي ما ايه؟ شرطيه. ما شرطيه، ما تصلح تجد، ما شرطيه. طب ما الثانيه ما ايه؟ تعجبيه. ما اصلحه الرجل كان خير، كان خيرا له. موصوله. موصوله يعني الذي اصلحه. اقتدي بالصالحين كما كما اقتدى السابقون. اقتدي بالصالحين تقتداء. شفت انا حولتها ازاي؟ اقتدي بالصالحين تقتداء السابقين. صح صح، دي اللي صح. امال الاخيره دي، الاخيره دي، اعفو عن المسيء فما ازداد الانسان الا عزا بالعفو. ايه ما دي؟ منا فيها، ما الا، ما الا منا فيها. تمام. نروح بقى ل 46، موضوع سؤال مهم، اسم التفضيل والاسم المقصور والاسم المنقوص.
إن تكن الساعي للخير تصبح الأرقى مكانه، أختار مين؟ سعيتين. آه. هتبقى دال؟ هتبقى دال. اللي قال الجيم بقى مين؟ صح. طيب اللي قال الجيم مين؟ اسمك ايه؟ ماري. ها؟ ماري. بص بقى يا ست، الساعي ده اسم ايه في النحو؟ اسم منقوص. حلو. والارقى ده اسم ايه في النحو؟ مكسور. عاوز بقى اعلمك حاجه، الاسم المنقوص عندما يثنى مؤنث نضع فيه تاء، والاسم المكسور عندما يثنى مؤنث لا نضع فيه تاء. يبقى المنقوص في التثنية تاء، والمكسور في التثنية بلا تاء. تقولي الداعي، الداعية تاء 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 تاء، الداعيتان والداعيتين حسب النصب بقى والرفع، والراجي الراجيتان والراجيتين. اما المنقوص، اما المكسور اوعى تحطي تاء خالص. الارقى الادنى عاوزه تعمليها مؤنث، تحوليها الاول للدنيا، يعني بحولها الاول للمفرد المؤنث. يبقى الادنى الدنيا، الدنيايان والدنيايين، ما بقولش الدنيتان. الاسمى السميايان والسميايين، ما بقولش السميتان. الارقى الرقيايان والرقيايين، ما بقولش الرقيتان. يبقى المنقوص فيه تاء، والمنقوص فيه تاء، والمكسور لا ياخذ تاء في المثنى المؤنث. ممكن تدي مثال على المكسور والممدود في الحذف وكده؟ ايه؟ ممكن تدي مثال على المكسور والمنقوص والممدود في الحذف من نيجي نجمه مثني. حاضر حاضر. الاول بس نحل دي، يبقى عرفنا رقم 46، الساعي دي خبر كان وده منقوص، يبقى فيه تاء وبالياء والنون عشان خبر كان، يبقى الساعيتين. الارقى دي مكسور، نحولها الاول كده الى الرقيه كده، وبعدين نحول الالف لياء، هي خبر اصبح، يبقى منصوبه بالياء، يبقى الرقيين ثلاثه ياء اهي، عشان هي الرقيه فيها ياء اصلا، والالف اتقلبت ياء، وزودنا ياء والنون بتاع المثنى، يبقى الساعيتين والرقيين. تمام. طيب ماشي، ناخد حاجة تانية. ما أروع أن يتصدى نساؤنا للصعاب، ما أروع أن يتصدى. أه؟ هتكون باء؟ هتكون إيه؟ باء. هتكون باء، صح. ليه بقى؟ عند تحويل المصدر المؤول لصريح، استناني، عند تحويل المؤول لصريح، لو الفعل أوله تاء في الماضي هنشيل ياء المضارع، تصدى أوله تاء يبقى ده خماسي، وتكتب المصدر زي الفعل بالظبط، تصدى تصدي، واللي بعد المصدر الصريح مضاف إليه يبقى مجرور، يبقى نسائنا، عشان كده اخترت به. طيب 51، 51، بدأ الرجال عملهم يجتهدون، وكادوا لخصومهم، وهب كل منهم يسعى، وحرى اجتهادهم يؤتي ثمارة. قل لي الفعل الناقص مين الصح؟ حرى. تمام. هي افعال المقاربة والرجاء والشرع عشان تبقى ناقصة، ايه شرطها؟ لا عايزة فعلها مضارع. فعلها ايه؟ خبرها مضارع. خبرها ايه؟ مضارع. استنى، طبعا انت لقطت حرى، طب ما بصيتش على التانيين ليه؟ ما يمكن هو حاطط لك لغز، حاطط لك حاجة. هي اسألي نفسك يا أنستي، حرى دي بتاخد أن ولا لأ؟ اه بتاخد أن. اه كده كاتبها في العبارة ما فيهاش أن، يبقى مكتوبة غلط، يبقى ما تختاريهاش. طب ما في واحدة هبة، هبة كل منهم يسعى، هبة من أفعال الشروع، عشان كده هي هبة. لازم أخد بالي، أخد بالي، أخد بالي. بلا غلط ليه يا مستر؟ آه. تعالى بقى أعلمك حاجة، عشان في طلبة بتنساها وفي ناس بتنساها كتير. بص لي بقى، بدأ الطالب الدرس يجتهد، وبدأ الطالب يجتهد،
أفعال المقاربة والرجاء والشروع خبرها فعل مضارع، ولا بد أن يكون قبل المضارع جملة ناقصة، يعني المضارع هو اللي بيكمل. يبقى هي عشان تبقى أفعال ناقصة خبرها مضارع، واللي قبل المضارع جملة ما اكتملتش كده، يبقى ده خبر بدأ وده اسم بدأ. أما لو الفعل المضارع الجملة قبله كاملة وأنا أقدر أستغني عن المضارع، يبقى الجملة دي فعل تام وده فاعل وده مفعول والجملة دي حال. يبقى لازم علشان أفعال المقاربة ورجاء والشروع تبقى ناقصة، لازم خبرها يبقى فعل مضارع والجملة اللي قبل المضارع ما اكتملتش، يعني هو اللي بيكملها. طب لو الجملة اللي قبل المضارع اكتملت، يبقى ده تام والمضارع ده يتعرب حال. ماشي، نحل النقطة رقم 53. 53 يلا. صورة صورة بنسى. 53، الطبيبان كلاهما ذو همة في الأزمات، دخل إن على الجملة. إن الطبيبين كليهما حضرتك الأول لازم تعرف إعراب كلاهما قبل ما تتحرك. اسم إن منصوب، يبقى نحط كليهما منصوب. يا عم كلاهما الأول في العبارة الأصلية اتعربت إيه؟ ماشي، هي اتعربت مبتدأ، ما تغيرهاش. تمام. لازم لازم انا كنت بقول من بدري، لازم تنتبه للعباره الاصليه. لو كلاهما في العباره الاصليه بعدها مفرد، يبقى كلاهما مبتدا ما تغيرهاش، انما لو بعدها مثنى غيرها بقى لانها توكيد. عشان كده الاختيار الصح ان الطبيبين كلاهما ذو همه، يبقى الاختيار به. 55، سولجا فؤاد الرجل وقيل الحق. فاعل نائب فاعل. فاعل ونائب فاعل. عشان سولج من الافعال اللي بعدها فاعل، والحق نائب ايه؟ فاعل. فاعل نائب فاعل. تمام. يبقى جيم. 56، ان صاحب النفس المتشائمه، ناقصته مربوطه مش مشكله. ان صاحب النفس المتشائمه ينتظر قبل البلاء البلاء. تمام. اي كلمتين متكررين، الثانيه توكيد بشرط امكان حذفها. اصلا حضرتك اوعى تعرف بدل ولا نعت ولا توكيد الا اذا جه زياده. اي كلمتين متكررين توكيد، لو الكلمه المقارنه زياده، مش زياده رتب الجمله واعرف. ينتظر البلاء قبل البلاء، يبقى مفعول به. ينتظر البلاء قبل البلاء، ينتظر ايه؟ البلاء. 59، ما للجمال مشياها وإيه؟ 57. عاوزة 57؟ حاضر. المنادى ده يا خير من يمم العافون ساحته، هو قال يا خير وسكت. هو يا بنتي هو قال يا خير وسكت، ولا يا خير من؟ يا خير من. يبقى كمل. من دي ايه بقى؟ يبقى كمل. يبقى عمل كلمه ولا واحده ولا اتنين؟ اتنين. يبقى ده منادى مضاف. يا خير من، يبقى ده منادى مضاف. تمام. 59، هنحل 59، ما للجمال مشيها وايد. نصب حال. طيب اي حاجه بعد، اي حاجة بعد ما ليه؟ ما ليه؟ ما للناس متحيرين؟ ما للناس يتكاسلون؟ ما ليه؟ ما لك؟ يبقى حال. السؤال اللي بعد، 61، اي الجمل الاتية ورد فيها كلمة معربة بعلامة فرعية؟ طبعا حضرتك عارف ان العلامات الفرعية المثنى، وانا كتبت لك في الملزمة، وجمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم في النصب، والأسماء الخمسة، والممنوع من الصرف المجرور بالفتحة. وطبعا أول حاجة بتركز فيها لو قال لك معرب بعلامة فرعية، يبقى الممنوع من الصرف المجرور بالفتحة. طيب في الممنوع من الصرف أربع حاجات مشهورين، اللي على وزن أفعل تدور عليه، وصيغة منتهى الجموع زي مصابيح أو مساجد،
والاسم المقصور اللي اكتر من ثلاثه زي كبرى ودنيا، والاسم الممدود اللي همزته زائده للتانيث زي علماء. الممنوع من الصرف علامه فرعيه لو الجر بالفتحه. طب هو هيتجر بالفتحه امتى؟ لو جاء نكره وليس بعده مضاف اليه. نكره وليس بعده مضاف اليه. نكره وليس بعده مضاف اليه. انا عاوز بقى جمله من هنا نكره وما فيش بعدها مضاف اليه. قوانين الاولى. ها؟ طيب بص يا ست، هي قوانين دي بعديها مين؟ طب دولتنا دي هتتعلم ايه؟ مضاف اليه صح. يبقى ما ينفعش. انا مش عاوز بعدها مضاف اليه خالص. نكره وما فيش. يبقى مين؟ طب مستر لو نكره. قول. لو هي مضافه الى نكره. برضه تبقى اضافه. برضه ما تاخدهاش مجروره بالفتحه. برضه ما تاخدهاش مجروره بالفتحه. لا انا قلت قبل كده ايه؟ نكرتين يبقوا نعت او اضافه. حط الف ولام للاثنين. الكلمتين النكرتين لو يقبلوا قال يبقى نعت، يبقى نكره مش اضافه. ما قبلوش قال يبقى دي اضافه، حتى لو نكره ونكره. حتى لو نكره ونكره اسمها اضافه ومجرور بالكسره. يبقى انا هختار مين يا شباب؟ يبقى جيم. مكان افضل. مكان افضل، افضل ده الممنوع من الصرف. افضل نعت لمكان. افضل نعت مجرور، افضل نكره ومفيش وراها مضاف اليه. ده وراه فعل. يبقى افضل مجرورة بالفتحه. يبقى هي الاجابه جيم. كان عندي سؤال. بيقول لي نعم الخلق خلق الصدق. ومره ثانيه بيقول لي اسوأ النفوس النفوس المريضه. مره تانية احب اللغه العربيه. طب استنى استنى بس استنى بس استنى نكتب الكلام اللي انت بتقوله ده عشان نقول لك ايه. واحد احب اللغه العربيه. احب اللغه العربيه. واسوأ النفوس المريضه. تمام. واسوأ النفوس المريضه. ونعم الخلق خلق الصدق. ونعم الخلق خلق الصدق. عاوز ايه بقى؟ يعني باللغه والنفوس الثانيه، اللغه الثانيه والنفوس الثانيه والصدق الثانيه. تمام. كلمه معرفه بعدها نكره. كلمه معرفه بعدها ايه؟ نكره. النكره دي اللي قبل اللي أو, او او كلمه معرفه ونفس الكلمه وراها عادي. تمام. الكلمه دي يمكن الاستغناء عنها. ايوه. ده كده بدل. ده كده ايه بدل؟ بدل. دي النفوس صح؟ ايوه. طيب ادوس على النفوس، كده اللي قبلها اكتمل ولا لا؟ اسوء النفوس لا. ما اكتملش، يبقى دي اساس، اساس لو ده مبتدأ يبقى ده خبر. نعم الخلق ايه؟ كده مخصوص. نعم الخلق ايه؟ خلق الصدق. نعم الخلق خلق الصدق. الخلق فاعل، صح؟ يبقى ده المخصوص كده. يبقى ده المخصوص مبتدأ مؤخر أو خبر لمبتدأ مؤخر. مبتدأ محذوف. تمام. مستر عندي سؤال. قول. نصحني أبي. إن لا غنى. عن أخي. طيب. أخي الثقة. مش كده؟ أيوه. تمام. أخي دي هي اللي معربة بعلامة فرعية. عشان دي من الاسماء الخمسه. هتقول لي طب ما الاسماء الخمسه ما بتاخدش ياء متكلم، دي مش ياء متكلم. نصحني ابي ان انا اقتدي باخي الثقه. يعني اخي الثقه مش اخويا انا. اخو الثقه يعني صاحب الثقه. يبقى اخينا الياء دي مش ياء المتكلم، دي الياء دي اللي بمعنى اخو او اخا او اخي. عشان كده ده المعرب بعلامه فرعيه ده مجرور بالياء لانه من الاسماء الخمسه. انما ابي دي ابي انا. ده مش اسماء خمسه لان دي متكلم. تمام ولا لسه؟ ها؟ في تمام. في البيت شعري بيقول اقول وقد ناحت بقرب حمامته. ايا جارتي لو تعلمين بحالي. عايز اعراب جارتي. ايا ايه؟ ايا جارتي مش كده؟ ايا جارتي. ايا مش فارقه معايا. يا لا مش فارقة معايا، مش فارقة معايا. بص يا ستي، ده منادى مضاف. بص يا بنتي، أي كلمة تضاف إلى ياء المتكلم يبقى ده يا وطني
يا كتابي يا صديقي. استني استني عشان اكمل لك، اصبري اسمعي مني. اي كلمة يا وطني يا صديقي، ده منادى مضاف وتعريبه منصوب بالفتحة المقدرة. احيانا بقى بنخفف هذه الياء فنقول يا جارة، احط لها ياء تنطق الف او الف، تمام؟ طيب زي القرآن الكريم يا بنتي، يا ويلتى ليتني لم اتخذ، اصلا يا ويلتي هي كده كده برضه مضاف وده منصوب بالفتحة المقطعة. خلاص طيب ناخد معلش تاني جملة. احب اللغة العربية واحب النفوس، نفوس بص يا حاجة، بص يا الكلام المتكرر يا حاجة، لو حاجة جزء من حاجة، حاجة جزء ايه؟ أنا بحب اللغة، أنهي لغة؟ اللغة العربية. أنا بخصص المتكرر بقى ده، لو الدفعة تدوسي عليه والجملة قبله اكتملت اعربيه بدل. أحب العلم يا بنت، أحب العلم علم النحو، أقدر أشيل علم النحو وأحب العلم جملة مكتملة يبقى ده بدل. أحب العلم العلم مثلا اللغوي يبقى بدل. إنما لو أنا لو دوست على الكلمة أسوأ النفوس، النفوس المتشائمة، أدوس على النفوس المتشائمة، الجملة اللي قبلها اكتملت ولا ما اكتملتش؟ يبقى دي مش بدل. يبقى دي هتتعرض بخبر. نعم بس هو قال أحب النفوس. استنى نرجع لها تاني. لا هو ما قالش يا بنتي، هو الولد كتبها أسوأ النفوس، ما هي نرجع لها تاني يا ست اهي. النفوس تمام خلاص، انا افتكر احب النفوس طب لا بص بقى، لو انا بقى كتبتها احب النفوس يبقى النفوس بدل تانية. تمام طيب ماشي يا حاج، ايوه ماشي يا حاج، خلاص كده ولا يهمك. هنحل انا وانت النقطة 70 بقى. 70 لا الكلمة صعب إرسالها ولا هين إمساكها. لا الكلمة صعب إرسالها ولا هين إمساكها. بسم الله يا خبر. خبر ليه بقى؟ لا هي ولا إمساكها هين. انت ليه قلبتيها بقى؟ هتبقى اسم معطوف مرفوع. تمام بص يا حاجة بقى، طالما عملنا تكرار، طالما عملنا تكرار يبقى انت عطفتي. ده هين دي يا بنتي حاجة كده في النحو اسمها الصفة المشبهة مش عليكي، واللي بعدها بيبقى فاعل، يعني امسكوها دي فاعل، فما فيهاش قلب ولا حاجة. طالما انت عملتي تكرار يا آنستي لا المكررة اللي بعدها عطف، ويجوز أن يكون مبتدأ لو الجملة مكتملة، لو الجملة مكتملة. طيب 74 أربعة وكام وسبعين، يلا اعرب الفعل ده. ها ايه؟ طبعا ما تخليه مجزوم بحذف حرف العله يا بنت احسن. لا طبعا لو انت بتقري من اول نظره هتغلطي، لانه الفعل انت الصوره الذهنيه عندك يا بنتي يسعى يسعي فيلا مجزوم، انما لو انت ركزت في القراءه الفعل ده اصلا مش معتل، مش معتل بالاخر ولا النص. ايه اللي بقى عدل تاني؟ محراب العلم ايه؟ يسع. لعب، ده لعب، ده عاوز تركيز بصري. لا يسع ده فعل عادي خالص، ولا دي مش لنا هي، دي لا دي لنا فيها، انا ما نهتش حد. اللي بعد لنا فيها مرفوع بالضمه يا استاذه، صحصحي، يبقى يسع فعل مضارع مرفوع غير يسعى، غير يسعى، يبقى لازم اركز في القراءة في الامتحان. ماشي 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 ماشي، يلا نعرف 78. 78 رب سعي الى الخير سعيت اخذت عليه اجرا كبيرا. ايه سعي؟ الف مطلق مجرور. تمام جدعة، مفعول مطلق.
81. رب كتاب اشتريته. ها؟ ليه مفهوم؟ دي اللي مبتدأ. دي مبتدأ ايوه عشان ضفيت الضمير بتاع الهاء. 82. رب ساعة ظرف زمني. ظرف زمني لأنك بتبدلي، لأن احنا بنبدل قضيته ساعة. ساعة دي ظرف. ماشي. دي شوية ملاحظات ومواضع أسئلة مهمة خد بالك منها حضرتك. وطبعا أنا بوصيك لما تاجي تقرأ النحو بالذات خد بالك، ركز في بصرك، اقرأ الجملة مرة واثنين وثلاثة، شوف الترتيب اللي متلخبط وقاعد الترتيب وحل، تمام؟ راجع الملاحظات كويس جدا وراجع القواعد كويس جدا، لأن الامتحان بيبقى عندنا مستويين فيه، مستوى سطحي قواعد مباشرة ومستوى عميق. المستوى عميق زي الأفكار اللي أنا جبتها لك النهاردة اللي فيها بعض الملاحظات اللي بناخد بالنا منها وبنركز فيها. هتراجع على الملاحظات اللي في الملزمة الأخيرة دي كويس، والثوابت اللي في الملزمة دي كويس جدا، تمام؟ وإن شاء الله الأفكار. يعني أنا ما ذكرتش حاجة غير الورق ده؟ الورق ده يعني أنا عاوزك تركزي ده النهاردة، إنما إحنا أنا عطت لكم ثلاث مراجعات. ثلاث مراجعات دول هم كل حاجة، هم كل حاجة ذاكرتهم عدل وفهمت اللي فيهم، إن شاء الله هتجيب درجة عالية جدا، تمام؟ هعمل بس حضرتك. إيه؟ النحو هيجي بالدروس الإيه؟ هنذاكر الدروس بس اللي حضرتك قلت لنا عنها خلاص؟ هنذاكر الدروس اللي أنا قلت عليها؟ وخلاص ده؟ لا انا بقول لك النهارده هنركز على دول، هنركز ان شاء الله على دول، تمام؟ ال هنفصل 10 دقائق بس، 10 دقائق بالظبط، وبعدين هنرجع تاني نتكلم في بعض النقاط في بعض الفروع التانية ان شاء الله. الجزء ده ينزل على الموقع؟ ينزل على الموقع باذن الله. بس لا في حته لسه هكملها معاهم في النصوص وفي البلاغة، وبعدين هنطلع ان شاء الله يوتيوب باذن الله بعد كده. احنا لو عندنا اسئله نخش لايف اليوتيوب ونسال فيه. وجهي لي كل الاسئله اللي انت عاوزاها على اليوتيوب، انما هنا ده خاص بيكم انتوا، الملزمه والافكار دي والدنيا دي، لكن اليوتيوب احنا هنطرح، احنا هنتناول الاسئله منكم بس، تمام؟ تمام. 10 دقايق ان شاء الله وهرجع معاكم تاني باذن الله. اللي عاوز ياكل لقمه او يشرب حاجه و10 دقايق ونرجع.